مين فينا ما دخلش الامتحان وأول ما خرج نسي كل المعلومات اللي امتحن فيها؟ مين فينا ما سهرش ليلة الامتحان وأول ما الامتحان ابتدى نسي كل اللي قعد طول الليل يحفظه؟ مين فينا ما نقصش درجات في الامتحان علشان نسي بيت شعر أو نسي من القائل ولمن وما المناسبة؟ مين فينا ما توترش قبل الامتحان وقلقه ده أثر على أدائه في الامتحان؟ مين فينا معرفش يحفظ جزء من الدرس والجزء ده هو اللي جه في الامتحان؟ نظام الامتحان الجديد للمرحلة الثانوية هيريح الطالب من كل اللي كان بيمر بيه، لأن القدرة الأساسية اللي الامتحان بيقيسها هي تطبيق الفهم، والدليل ده هيساعدك إنك توصل للمعلومة وتذاكرها بالطريقة الصح عشان تجاوب الامتحانات بشكل صح. وبما إن دلوقتي تقدر تدخل الامتحان بالكتاب، ده هيوفر عليك حفظ كتير، بس في نفس الوقت لازم تتأكد إنك فهمت كل نواتج التعلم والأهداف الرئيسية من الدرس، وتزود أكتر فهمك من خلال المصادر المختلفة اللي تقدر توصل لها من خلال بنك المعرفة المصري. عشان نعرف إزاي شكل الامتحان اتغير، ممكن نعمل مقارنة بين طريقة السؤال القديمة ونشوف إزاي اتغيرت. مثلاً، سؤال امتحان اللغة العربية القديم كان بيجي كده: ما الجانب السلبي للحرية؟ مع ذكر مثال. ذكر الكاتب نوعين للحرية، ما هما؟ مع ذكر مثال. طبعاً أنت كده لاحظت إن الإجابة عن الأسئلة في الامتحان القديم بتتطلب قراءة الموضوع كله عشان تتذكر الجانب السلبي للحرية وتفتكر أنواع الحرية، يعني إجابتك متوقفة على الحفظ، فهتعمل إيه لو نسيت؟ عشان كده سؤال القراءة في امتحان مارس جه بشكل يشجع على التركيز والفهم مش الحفظ. ما مضاد كلمة تراكم في الفقرة الأولى؟ تفتت، تحلل، ذوبان، تمدد. طبعاً لو دققنا هنلاقي إن تفتت وتحلل وتمدد كلهم ينفعوا كمضاد لكلمة تراكم، ولكن ذوبان هي الأصح في هذا السياق علشان إحنا بنتكلم على الدهون اللي بتدوب، مش بتتفتت ولا تتحلل ولا بتتمدد. حدد فيما يلي الفكرة الرئيسية للفقرة الثانية: اتباع الإرشادات العامة للغذاء الصحي أمر ضروري. تناول البقوليات يفيد في بناء الجسم ونموه. تناول الأغذية يؤدي إلى زيادة السعرات. تناول الأطعمة الدهنية يضر بالجسم. عشان تجاوب على السؤال ده لازم تكون قريت القطعة قراءة مسحية، وبعدين تقرأ السؤال كويس، وبعدين تقرأ القطعة بدقة وانت بتدور على إجابة السؤال. هتلاقي إن الفكرة الرئيسية للفقرة الثانية بتديك معلومات عن الأغذية المفيدة والغير مفيدة، فالإجابة الصحيحة هنا هي اتباع الإرشادات العامة للغذاء الصحي أمر ضروري. الأسئلة مش بس متعددة الاختيار، في أسئلة مقالية زي سؤال التعبير: كنت زمان محتاج تكتب 25 سطر لموضوع التعبير، ودلوقتي المطلوب من الطالب كتابة 10 سطور على الأقل. أنت كمان معاك الكتاب اللي هيساعدك في اختيار شواهد الكتاب المناسبة من موضوعات الكتاب الشعرية والنثرية. تقييم سؤال التعبير والأسئلة المقالية بيقوم بيه معلمين، وبيتم تقييم الإجابات على أساس مقياس تدريجي بيقيس مكتسباتك لنواتج العلم وخطواتك وأدائك في الوصول للإجابة. وعشان تتأكد من أدائك في سؤال التعبير، المهم إنك تركز على مدى صحة ووضوح الفكرة، تنظيم الأفكار الرئيسية والفرعية، الكلمات المستخدمة، وصحة النحو. زمان كانت أسئلة المواد العلمية بتركز بصورة كبيرة على قياس قدرتك على حفظ المحتوى، دلوقتي بننصحك تتبع الخطوات دي عشان تعرف تجاوب نوع الأسئلة الجديد: الفهم، التحليل، التطبيق، ربط واستنتاج، إبداع. الفهم: إنك تتأكد من إنك استوفيت نواتج التعلم وإنك بتذاكر. التطبيق: إنك تقدر تطبق اللي فهمته لحل مواقف مختلفة. التحليل، ربط واستنتاج: إنك تتأمل المعطيات وتفكر تفكير نقدي عشان تربط اللي تعلمته لاستخلاص نتائج محددة أو تنظمها لاتخاذ قرارات مناسبة اللي هيوصلك للإبداع. فمثلاً سؤال امتحان الأحياء دلوقتي مبني على مواقف، ومن خلال الخطوات اللي فاتت تقدر تحلل السؤال. أول حاجة هي تحديد المعطيات وتحليلها: ذكر XXY plus 44 فصيلة دم A، أنثى XX plus 44 فصيلة دم B، طفل AB. دلوقتي بالمعطيات اللي معانا نقدر نربطها باللي درسناه ونستنتج إن XXY plus 44 تشير إلى خلل في التركيب الصبغي اللي هي حالة كلاين فلتر، لأن في الطبيعي التركيب الصبغي للذكر بيكون XY plus 44، فكده نقدر نجاوب على السؤال بإن العبارة غير صحيحة لعدم قدرة الأب على الإنجاب. أما في نظام التقييم الجديد فإجابتك على الأسئلة بتتطلب تحرر تفكيرك من حفظ المحتوى العلمي،
للتحول إلى استخدام مهارات تانية زي الفهم والتطبيق والتحليل. إحنا كمان نقدر نطبق نفس طريقة حل الأسئلة على مادة زي الجغرافيا. عشان توصل لتيار الهجرة المطلوب، فأنت محتاج تبتدي بتحليل الخريطة والربط بين الخريطة وتوزيع النشاط الاقتصادي في المحافظات اللي أنت درستها عشان تعرف المحافظة المشهورة بنشاط السياحة والتعدين. فبالتالي تيار الهجرة المطلوب هو رقم 4 عشان الغردقة هي المحافظة المشهورة بالسياحة والتعدين. أما امتحان اللغة الأجنبية الأولى الإنجليزي، فممكن نقارن طريقة السؤال والإجابة بامتحان اللغة العربية. Central idea of a text determining the theme, setting, or describing in depth a character, event in a story, or drama using specific details in the text. Making prediction and inferences about the reading text. The question asks you to determine the main idea of the text and the theme or the central idea of the text. So you need to scan the text, note down your ideas. Try to formulate your ideas into one sentence. Compare your sentence with the choices provided. If we relate the paragraph to the steps that should be taken to answer the questions, we will find out that the first paragraph talks about the shop closing and the entire text is providing more details for the shop closure. Therefore, that correct answer is closure of a local shop. نظام الامتحان الجديد بيشجع الطالب على التفكير النقدي بطريقة مختلفة. بيشجع الطالب على التعليم العميق وربط المعلومات ببعض عشان نفتكر اللي تعلمناه، عشان مش عايزين طالب يتوتر، عشان مش عايزين طالب يكون حافظ بس، علشان تعليمنا يبقى حياة. عام التعليم.